احنا اليوم موجودين اخوان حتى نطوي هاي الصفحة بكل ارهاصاتها وبكل تفاصيلها. ما نريد نرجع الى احداث داعش والى ما قبل داعش، ايش كانت اكو من امور حتى في قضاء الكيف كنا ندري بها، ولكن كان ولا يزال يهمنا انه الانسان يبقى معزز مكرم محترم مصان الحقوق. فلهذا من منطلق هذه الحقوق كنا نمارس عملنا محاربة داعش. هذا مو كلامي أنا، كل علماء الأزهر الشريف، لأنهم أتوا لتشويه صورة الإسلام، لأنه ما أنتجوا غير الدمار والخراب والقتل والذبح والاغتصاب وأذوا ناس كثيرين. فيجب انه، وهذه دعوه مفتوحه اخويه لكم، انتم اهل تركيا بشكل عام، انتم تعرفون ايش قد عانوا الناس، مو بس اهل تركيا، كنا ندري بهم، واعرف انتم عانيتوا من الحصار 3 أشهر، وقدرها المعاناه على يد داعش. هاي الامور كلها اخوان يجب ان تكون عبره ودرس لنا كلنا. يعني اذوا الناس كثيرين كثيرين اخوان، بعدكم ما تعرفون داعش ايش سووا بالناس. يزين ذبحه مجرد الى اخره من الافعال، يعني اللي ما يقبلها العقل. ناس كثيرين تاذوا اخوان، وخلي احكي بكل صراحه، اخواننا المسيحيين تاذوا، كلهم تاذوا طبعا. يعني موضوع الامن، الامن حاجه يعني جماعيه ما يمكن تتجزا. فاذا دورنا ودوركم كلكم التبليغ عن كل ما هو يؤدي الى الضرر باهالي تركيا. ان شاء الله. التنسيق مع الشرطه المحليه، وهم اخوتكم وابنائكم واهاليكم، ومن عندكم ومنكم وبيكم. وهذا الامر يعني حيوي جدا. فقط احنا نحاول ننقل لكم رساله الحكومه والدوله العراقيه. وانا اذكركم اخوان انه الحكومه العراقيه او الدوله العراقيه في أي منطقة كانت ممكن تضعف، ممكن تنهار، بس ما تموت. والدليل احنا كلنا موجودين الآن. ما تموت أبدا. تتغير الأشخاص، تتغير بعض التعليمات والأنظمة، ولكن هي تبقى الأصل. تبقى الأصل. مؤسسات ومفاصل الدولة تبقى هي الأصل. جابوا لنا مجموعة من التسميات من الجاهلية، حتى في الجاهلية ما كانت أكو. نفوس عفنة، يعني الواحد حتى ما يطيق يشوفه. احنا قابلنا كثيرين من عندهم. أصلاً نصهم ما يعرفون شنو الموضوع. سكرانين، مكبسلين، يعني ما لهم أي علاقة بالإسلام أصلاً. مبرمجين للإساءة إلى المواطنين وإلى الإسلام وإلى التعايش والمحبة الموجودة بين الأديان والمذاهب والمكونات. وهكذا كلنا لازم نواجه هذا الوضع الجديد بنفس وطني عراقي. نواجه هاي الأمور بهاي الروحية حتى نقدر نساهم كلنا في طوي صفحة داعش. احنا نتكلم حول تلكيف لانه هي اللي تخصنا بشكل خاص، وهي جزء مكمل لكل نينوى والعراق. انا ما راح اتحدث في جوانب ما سواه داعش وما فعل داعش، وهي الشواهد موجوده وامام الاعين كلها. يعني من توصل الامور الى انه نبش القبور حتى الموتى ما سلموا من عيون، هذه اكبر دليل وشاهد قدام الاعين. فتشاهد يعني طمغه سوداء في تاريخ هذول الناس. حقيقه انا راح اتكلم بالامور العمليه. الامور العمليه، الامر الاول هو الامن. الامن مثل ما تفضل به سيد رئيس مجلس المحافظه، الشرطه هي من راح تتولى الامن في قضاء الكيف.
كل الأجهزة الأمنية الأخرى هي عوامل مساعدة تكون بأمرة الشرطة. لكن الأمن يتحقق فعلا بالتعاون. ما راح نسمح، راح نسوي تنقية، لازم نسوي تنقية. يعني شلون أنتوا يمكن الغالبية هي مزارعين من طبقة الفلاحية، شلون أنت تسوي تنقية للبذور مالتك من الزيوان؟ لازم احنا ننقي الزيوان من مجتمعنا. كل انسان ساهم، تعاون، ساعد داعش، والله هي يحاسب وفقا للقانون. وفقا للقانون، ما نقول بطريقة اخرى، لكن هو القانون لازم يسود على الكل. هذا جانب. الجانب الاخر اللي هو الجانب الخدمي، طبعا ممكن الكثيرين من عندكم يقولون مثلا احنا لو ما كنا مهتمين بتلكيف ما كنا في اول يوم لتحريرها تواجدنا بها. كان السيد رئيس مجلس المحافظه موجود، السيد رئيس مجلس القضاء موجود، وتواجدنا وشفنا الواقع اللي كان موجود لاجل الاطلاع عليه. ثانيا تواجدنا ايضا، كان سيد المحافظ ايضا محافظنا انه موجود معنا.